معنا الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ صباح العقيلي. مرحبا بك أستاذ صباح. ما الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة؟ لماذا لم يدق جرس أو ناقوس الخطر إلا بعد تفاقمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك يا سيدي الكريم. من الواضح بأن العراق لم يشهد منذ قرون هذه الأزمة الكبيرة التي يواجهها بشحة المياه الكبيرة وبسبب قلة الأمطار السنوية. ومن الأمور المهمة التي يعتمد عليها العراق هي قضية الأمطار، وبالتالي هذا الأمر حقيقة واجه تحدي اليوم لأغلب المحافظات، بل هذا التحدي هو ممكن أن يؤثر على المستوى الزراعي بنسبة 40%. كذلك هذه الشحة ممكن أن تؤثر على العراق بدرجة كبيرة جدا. لكن هنالك أمور حقيقة لابد أن يكون نشكل عليها فت أضواء معينة، بأنه هذا القضية شحة المياه هو كان العراق يعاني منها فيما سبق، وكانت هذه كمية المياه غير كافية، لكن بسبب الحكومات المتولية حقيقة تجاهلت مثل هذه الأزمة، وكان لابد أن يكون هنالك خطط. طيب الحكومة أستاذ صباح السابقة باتجاه نعم، يعني الحكومة تلقي باللائمة على إيران وتركيا بحجب حصصها المائية، يعني كما هو معلوم هناك اتفاقيات دولية لتقسيم الحصص المائية بين دول المنابع والمصبات. لماذا يعني لا تفعل هذه الاتفاقيات؟ نعم، للعراق اتفاقيات مع الجانب التركي. بتصوري هناك اتفاقية في 1946 بالتعامل بحسن جوار ما بين العراق وبين تركيا، وهنالك بند وبروتوكول رقم واحد يبين بانه للعراق الحقوق ما بين البلدين بالحفاظ على الحقوق ما بين البلدين. وكذلك هنالك اتفاقيه ما بين العراق وتركيا ابرمت في سنه 1971 التي تعطي المجال للعراق بانه ياخذ من حصصه المائيه. لكن الذي يؤسف بأن العراق لم يشترك في منظمة توزيع المياه العالمية، التي هذا كان المؤتمر حقيقة مهم، لكان يفترض بالحكومة العراقية تكون جزء من هذه الاتفاقية العالمية. وهذا الأمر حقيقة أتبع باتجاه تركيا أن تضغط على الجانب العراقي وأن تستغل باتجاه إنشاء السدود الكبيرة التي تحتاج إلى سنوات لإملائها. والآخر هذا السد الكبير الذي يمتد ل 300 كيلو متر، والمساحه هذه المساحه الكبيره تحتاج وقت كبير جدا، وهذا السد هو سد اليسو. وبالتالي كان هنالك زياره للسيد وزير التجاره التركي، وحقيقه وعد بان يوقف عمليه ملء هذا السد لحد شهر حزيران، لكن يبدو ان الجانب التركي لم يلتزم بهذا الاتجاه. وهذه من نقاط الضغط التي تمارسها تركيا على الجانب العراقي من اجل الحصول الحصول على مكاسب. كيف تقيم؟ كان هنالك تصريحات للجانب التركي من قبل وزير الطاقه الذي كان من ضمن تصريحاته بانه برميل ماء مقابل برميل نفط. هذا حقيقه على تصريح من قبل الجانب التركي يبين المطامع التركية في العراق. بالتأكيد يعني لهذه الأزمة المائية في العراق، يعني ترك هذه الأزمة المائية في العراق بلا معالجة جدية سينعكس على البيئة الحياتية. يعني كيف تقيم دور الحكومة حتى الآن من هذه الأزمة الخطيرة؟ سيدي الكريم، في تصوري الحكومة تتحمل مسؤولية، كذلك وزير الموارد المائية والبيئة كان حقيقة إدارته ليس بالمستوى التي يستطيع من خلالها مواجهة مثل هكذا تحديات. وبالتالي ضمن إدارة السيد الوزير لم يتم التنسيق ما بين كل المحافظات باتجاه توزيع النظام. أعتقد هنالك تجاوزات من قبل بعض المحافظات على الحصة المائية للدفاع بأنه أثر على المحافظات الجنوبية اللي هي البصرة والناصية، فبالتالي هنالك أزمة إدارة، وكذلك هنالك أزمة خطط استراتيجية. العراق ليس له خطط استراتيجية باتجاه السيطرة وخزين الماء من أجل مواجهة مثل هكذا سنوات
حقيقة تخلو من أمطار، وبالتالي هذه السنوات القعب اليوم اللي نواجهها حقيقة كان ممكن أن نقدر بأن نواجهها ونتجاوزها ولو كان هنالك خطط استراتيجية تأخذ بالاعتبار أسوأ احتمال اللي هي اليوم نعاني من قحط في الأمطار وكذلك في كمية المياه. لكن الجانب التركي دائما يتهم الحكومة العراقية بعدم وجود خطط استراتيجية باتجاه الحفاظ على المياه، وهذه المياه هي تذهب إلى الخليج إلى المياه المالحة، وبالتالي لا غير ممكن استثمارها، وبالتالي يحتاج العراق إلى خطط من أجل أن يكون هنالك سدود بخطط معينة من أجل أن لا يذهب هذه المياه، والمياه هي تعتبر ثروة وطنية كبيرة جدا. اليوم العراق يحتاج حاجة لهذا الثروة المائية في الزراعة وفي السياحة وفي الصناعة وفي التجارة، وكذلك يحتاجها في أمور الحياة التي هي جزء وهو عصب الحياة هذا الماء. شكرا لك. حقيقة هنالك أمرين مهمين جدا، هنالك دور لتركيا من مفاقمة هذه المشكلة التي يواجهها العراق وعدم التفاعل الجانب التركي مع العراق بخصوص هذه الأزمة، وكأنه متجاهل هذه الأزمة التي تواجه العراق اليوم، شحة المياه وتمضي بأزمة كبيرة جدا، وممكن أن تكون هي عملية صراع لا سمح الله بين العراق وتلك الدول بالاتجاه. شكرا جزيلا. كذلك ممكن أن يكون هنالك دعوة من قبل أحد الكتل باتجاه أن يكون هنالك اجتماع فعال للبرلمان لمواجهة. وضحت الصورة، شكرا لك أستاذ صباح العقيلي الباحث السياسي.